الشهادات المهنية MBA. اسم المادة إدارة الأزمات، إعداد الدكتورة إكرام محمود أحمد جمعة. تكملة للمنهج اللي اتكلمنا عنه في المحاضرات السابقة، فأنا هأضيف موضوع اسمه إدارة الأزمات وضغوط العمل، ويتضمن هذا الموضوع تعريف إدارة الأزمات، وهي العملية الإدارية المستمرة التي تهتم بالأزمات المحتملة عن طريق الاستشعار ورصد المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية المولدة للأزمات، ولابد من دراسة أسباب الأزمة، استخلاص النتائج لمنع حدوثها أو تحسين طرق التعامل معها مستقبلا، مع محاولة تعظيم الفائدة الناتجة عنها إلى أقصى درجة ممكنة. خصائص الأزمات الصناعية وأهمية الأزمات الصناعية وأهمية دراستها تنبع من قوة الأزمة في البداية، اتساع مجال الضرر على الحياة البيئية، التكلفة الضخمة، الخسائر الاجتماعية، أسباب الأزمات، تشابك الأطراف المعنية وصراعاتها، ردود الفعل للأزمة، الأزمة وامتدادها وتأثيرها البعيد. أسباب عدم تقبل مفهوم إدارة الأزمات: عدم قدرة الإدارة على إدراك وتقدير خطورة الموقف. هناك دائما ضغوط لا يمكن تجاهلها من المتأثرين عند اتخاذ الإدارة لموقف حاسم لمواجهة الأزمة. أنواع الأزمات: الأزمات التي تظهر نتيجة تصرف أو عدم تصرف المنظمة، أزمات ناتجة عن الاتجاهات العامة في البيئة الخارجية، الأزمات الناتجة من خارج المنظمة وليس للمنظمة أي سبب في حدوثها، الأزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل والبراكين. مراحل تطور الأزمة: مرحلة الأعراض المبكرة، مرحلة الأزمة الحادة، مرحلة الأزمة المزمنة، مرحلة حل الأزمة. وفيما يلي مراحل إدارة الأزمات: توصيف أو تخفيف حدة الأزمة، الاستعداد والتحضير، المواجهة، إعادة التوازن. ويتم ذلك عن طريق المرحلة الأولى اكتشاف إشارات الإنذار، المرحلة الثانية الاستعداد والوقاية، المرحلة الثالثة الاحتواء وتقليل الأضرار، المرحلة الرابعة استئناف النشاط، المرحلة الخامسة التعلم لمواجهة ذلك مستقبلا. خطوات إدارة الأزمات: أول حاجة تشخيص الأزمة وتحديد أسبابها، 2 تحديد الأهداف لماذا تدير الأزمة، 3 الحد من تفاقم الأزمة، 4 تحديد البدائل الممكنة، 5 اختيار أفضل البدائل. الأسباب المؤدية إلى نشوء الأزمات: أولا الأسباب الإنسانية، وتشمل سوء التقدير والاحترام، حب السيطرة والمركزية الشديدة، تعارض الأهداف والمصالح،
خصائص الأزمات الإدارية ومواصفاتها. أول حاجة المفاجأة العنيفة والشديدة لدرجة أنها تكون قادرة على شد الانتباه لجميع الأفراد والمنظمات. 2- التشابك والتداخل في عناصرها وعواملها وأسبابها. 3- عدم التأكد وعدم توفر المعلومات مما يسبب الأخطاء في اتخاذ القرارات وبالتالي تفاقم وتدهور الأوضاع. وغالبا ما يصاحبها أمراض سلوكية غير مستحبة كالقلق والتوتر وحالات عدم الانتباه واللامبالاة. وجود مجموعة من الضغوط المادية والنفسية والاجتماعية تشكل في مجموعها ضغطا أزمويا على الجهاز الإداري. ظهور القوى المعارضة والمؤيدة مما يفاقم من شدة الأزمة. وتمر الأزمات وإدارتها بعدة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الصدمة. المرحلة الثانية مرحلة التراجع. المرحلة الثالثة مرحلة الاعتراف بوجود الأزمة. المرحلة الرابعة مرحلة التأقلم مع الأزمة وتوفير الإمكانيات لمواجهتها واحتوائها. المرحلة الأخيرة هي مرحلة استعادة النشاط مما يساعد على تماسك الجماعة وتكاتفها. أساليب حل الأزمات والتعامل معها. هناك نوعين من الأساليب، أساليب تقليدية وأساليب غير تقليدية. أولا الأساليب أو الطرق التقليدية. أهم هذه الطرق نمرة 1 إنكار الأزمة وعدم الاعتراف بها. الطريقة الثانية من الطرق التقليدية كبت الأزمة وتأجيل ظهورها، وهو نوع من التعامل المباشر مع الأزمة بقصد تدميرها. الطريقة التقليدية الثالثة وهي إخماد الأزمة، وهي طريقة بالغة العنف تقوم على الصدام العلني العنيف مع قوى التيار الأزموي بغض النظر عن المشاعر والقيم الإنسانية. الطريقة التقليدية الرابعة وهي بخس الأزمة، أي التقليل من شأن الأزمة. الطريقة التقليدية الخامسة تنفيس الأزمة، وتسمى طريقة تنفيس البركان، حيث يلجأ المدير إلى تنفيس الضغوط داخل البركان للتخفيف من حالة الغليان والغضب والحيلولة دون الانفجار. الطريقة التقليدية السادسة وهي تفريغ الأزمة، وحسب هذه الطريقة يتم إيجاد مسارات بديلة ومتعددة أمام قوة الدفع الرئيسية والفرعية المولدة لتيار الأزمة ليتحول إلى مسارات عديدة وبديلة تستوعب جهده وتقلل من خطورته. ويكون تفريغ الأزمة عن طريق 3 مراحل. أو ألف مرحلة الصدام. ب مرحلة وضع البدائل. ج مرحلة التفاوض مع أصحاب كل فرع أو بديل. الطريقة التقليدية السابعة عزل قوى الأزمة، ويقوم مدير الأزمات برصد وتحديد القوى الصانعة للأزمة وعزلها عن مسار الأزمة وعن مؤيديها، وذلك من أجل منع انتشارها وتوسعها وبالتالي سهولة التعامل معها ومن تم حلها أو القضاء عليها. ثانيا الطرق غير التقليدية، وهي طرق مناسبة لروح العصر ومتوافقة مع متغيراته، وأهم هذه الطرق ما يلي. أول طريقة طريقة فرق العمل، وهي من أكثر الطرق استخداما في الوقت الحالي، حيث يتطلب الأمر وجود أكثر من خبير ومتخصص في مجالات مختلفة حتى يتم حساب كل عامل من العوامل وتحديد التصرف المطلوب مع كل عامل من العوامل. الطريقة الثانية الغير التقليدية طريقة الاحتياطي التعبوي للتعامل مع الأزمات، حيث يتم تحديد مواطن الضعف ومصادر الأزمات فيتم تكوين احتياطي تعبوي وقائي يمكن استخدامه إذا حدثت الأزمة.
الطريقة غير التقليدية الثالثة طريقة المشاركة الديمقراطية للتعامل مع الأزمات، وهي أكثر الطرق تأثيرا وتستخدم عندما تتعلق الأزمة بالأفراد أو يكون محورها عنصر بشري. الطريقة غير التقليدية الرابعة طريقة الاحتواء، أي محاصرة الأزمة في نطاق ضيق ومحدود. ومن الأمثلة على ذلك الأزمات العمالية، حيث يتم استخدام طريقة الحوار والتفاهم مع قيادات تلك الأزمات. الطريقة غير التقليدية الخامسة طريقة تصعيد الأزمة، وتستخدم عندما تكون الأزمة غير واضحة المعالم، وعندما يكون هناك تكتل عند مرحلة تكوين الأزمة، فيعمد المتعامل مع الموقف إلى تصعيد الأزمة لفك هذا التكتل وتقليل ضغط الأزمة. الطريقة السادسة غير التقليدية طريقة تفريغ الأزمة من مضمونها، وهي من أنجح الطرق المستخدمة، حيث يكون لكل أزمة مضمون معين، قد يكون سياسيا أو اجتماعيا أو دينيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو إداريا، ومهمة المدير هي إفقاد الأزمة لهويتها ومضمونها، وبالتالي فقدان قوة الضغط لدى القوى الأزموية ومن طرقها الشائعة ما يلي: التحالفات المؤقتة، الاعتراف الجزئي بالأزمة ثم إنكارها، زعم الضغط الأزموي ثم توجيهه بعيدا عن الهدف الأصلي. التحالفات المؤقتة، الاعتراف الجزئي بالأزمة ثم إنكارها، تزعم الضغط الأزموي ثم توجيهه بعيدا عن الهدف الأصلي. الطريقة غير التقليدية السابعة طريقة تفتيت الأزمة، وهي الأفضل إذا كانت الأزمات شديدة وخطرة، وتعتمد هذه الطريقة على دراسة جميع جوانب الأزمة لمعرفة القوى المشكلة لتحالفات الأزمة، وتحديد إطار المصالح المتضاربة والمنافع المحتملة لأعضاء هذه التحالفات، ومن ثم ضربها من خلال إيجاد زعامات مفتعلة وإيجاد مكاسب لهذه الاتجاهات. الطريقة غير التقليدية الثامنة طريقة تدمير الأزمة ذاتيا وتفجيرها من الداخل، وهي من أصعب الطرق غير التقليدية للتعامل مع الأزمات، ويطلق عليها طريقة المواجهة العنيفة أو الصدام المباشر. أولا ضرب الأزمة بشدة من جوانبها الضعيفة، استقطاب بعض عناصر التحريك والدفع للأزمة، تصفية العناصر القائدة للأزمة، إيجاد قادة جدد أكثر تفهما. الطريقة التاسعة غير التقليدية طريقة الوفرة الوهمية، وهي تستخدم الأسلوب النفسي للتغطية على الأزمة كما في حالات فقدان المواد التموينية، حيث راعي متخذ القرار توفر هذه المواد للسيطرة على الأزمة ولو مؤقتا. الطريقة العاشرة غير التقليدية احتواء وتحويل مسار الأزمة، التعامل الفعال مع ضغوط العمل. مفهوم ضغوط العمل: الضغوط وليدة بيئتها، يحكمها قانون المكان والزمان وما يدور في إطارها من تطور ونشاط ونظم وقيم وعادات وتقاليد وتحديات، فهي تصحبك تبعا للمكان الذي تعيش فيه وتلازمك حسب العمل الذي تقوم به. معنى ضغط العمل: ضغط العمل بالمفهوم العلمي هو تفاعل بين الدوافع والمنبهات الموجودة في البيئة الخارجية وبين الاستجابة الفردية لها بأشكال تحددها معالم الطباع والشخصية، وهذا يعني أن مستوى الشعور بضغوط العمل وانعكاساتها يتفاوت من شخص إلى آخر، وذلك بحسب كفاءته وطبيعته وموقعه في المؤسسة. أسباب الضغوط: عدم تناسب عدد ساعات العمل مع طاقة الموظف وظروفه، عدم تناسب كمية العمل أو نوعيته وقدرات الموظف، عدم تناسب كمية العمل وعدد الموظفين، عدم تعاون الموظفين، ضغط الرئيس أو رب العمل على الموظف، وسوء العلاقة بين الموظف والإدارة، عدم توفير الوسائل والتسهيلات التي تنهي العمل بمجهود ووقت أقل، عدم رضا الموظف عن وضعه الوظيفي، عدم تحديد مسؤوليات الموظف،
تداخل الاختصاصات والمسؤوليات، عدم مرونة المسؤولين، نقص الخبرة والكفاءة، الضغوط النفسية الخارجية، أساليب التقييم ومنح الحوافز، عدم تكيف الموظف مع محيطه الاجتماعي داخل المؤسسة، تأخر إنجاز ما عليه من أعمال من وقت لآخر حتى تتراكم عليه، شعور الموظف بأن نوع العمل الذي يمارسه لا يرقى إلى مستوى طموحه، عدم معرفة طبيعة عمله بدقة، قلة التخطيط الناجم عن الكسل أو السلوك الفوضوي، مشاكل أخرى خارج العمل مثل المشاكل الزوجية أو الاجتماعية وما شابه ذلك. أعراض ضغوط العمل: التوتر والعصبية، القلق الدائم، عدم المقدرة على الاسترخاء، الإسراف في تناول الكحوليات والمخدرات والمسكنات، عدم المقدرة على النوم، اتجاه سلبي نحو التعاون مع الغير، الشعور بعدم القدرة على التكيف، صعوبات في الجهاز الهضمي، ارتفاع ضغط الدم، الحزن والكآبة، صعوبة التركيز في العمل وعدم التوازن الانفعالي، الميل للإصابة والوقوع في حوادث صناعية، الشعور بالخوف والصعوبة في التحدث والتعبير، آلام القولون والمعدة، فقدان الشهية والعرق بغزارة. وهناك العديد من النتائج لضغوط العمل، من أمثلتها انخفاض في مستوى الإنتاج، ظاهرة الغياب أو التأخر أو التهرب من قبل العاملين، الإصابة بالتعب والملل والإعياء والمرض، انخفاض في مستوى التركيز لدى الموظف، التخبط في القرارات والفوضى داخل المنشأة، زيادة الأعباء والتكاليف المالية، النزاعات الشخصية والجماعية، كثرة الاستقالات وطلب الانتقال من أماكن أخرى من قبل العاملين إلى أماكن أخرى من قبل العاملين، ارتفاع معدل الشكاوي وتدني الروح المعنوية. كيف تتغلب على الضغوط؟ أولا، لابد أن تعرف أنه لا توجد حياة بدون ضغوط، وإليك بعض النصائح: تنظيم أوقات النوم، عمل تمارين رياضية، التدريب على التنفس الاسترخائي، تقبل الآخرين على علتهم. أن تتم مواجهة المشاكل بموضوعية دون تجاهل لها أو تضخيم، التدريب على إدارة الوقت، مشاهدة البرامج الترفيهية والمسلية، النظرة الإيجابية للتغيير وأنه تحدي وجزء من الحياة. بعض الإرشادات التي تساعدك على تخفيف ضغوط العمل: أول حاجة، خفف من اهتمامك بمشاكل الآخرين ما لم يطلبه منك رسميا رئيسك. الاقتراب من الشخص مصدر الضغوط ومناقشة الأمر معه بشكل مفتوح. تذكر أنك شخص هام. قلل من عدد الأفراد الذين تحاول أن ترضيهم. لا تمارس ماذا لو. اكتب الأشياء التي تسبب لك الضغوط. حل مشكلاتك أولا بأول ولا تدعها تتراكم. ارسم خريطة لمشكلاتك واقترح الحلول المناسبة لها. لا تصب جام غضبك على توافه الأمور، على الأمور التافهة يعني. لا تنظر إلى الماضي فالماضي لا يعود. لا تندب حظك ولا تبكي على الماء المسكوب. لا تتحسر على شيء فالتحسر لا ينتشل سفينة من أعماق البحار. لا تنتقم من نفسك مهما كانت ظروفك معقدة.